في ظل حالة انعدام الاستقرار والعنف في أنحاء من العراق، أعلنت الولايات المتحدة إرسال تعزيزات أمنية بحجم 275 جنديا أمريكيا سيتولون حماية السفارة الأمريكية في بغداد، بحسب وزارة الخارجية التي أعربت عن استعدادها لإجراء محادثات مع إيران بهدف وقف تقدم الجهاديين في العراق. ويقول وزير الخارجية الأمريكي: نحن منفتحون من أجل خوض نقاش إذا كان هناك شيء بنا يمكن أن تساهم به إيران، وإذا كانت مستعدة لفعل شيء يمكن أن يحترم سيادة العراق ووحدته الترابية وقدرة الحكومة العراقية على الإصلاح. إلى ذلك، أظهرت مشاهد فيديو شن القوات العراقية غارات جوية استهدفت مواقع الجهاديين في الموصل وصلاح الدين وسامراء شمالي بغداد. وفي سياق متصل، قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يواصل اجتماعاته مع فريقه لشؤون الأمن القومي للتباحث في مختلف الخيارات المتاحة أمامه لمجابهة الوضع الأمني في العراق. وقد أجبرت أعمال العنف مئات آلاف العراقيين إلى النزوح شمالي البلاد.